وطبعا اول عرض بيشتكي منه المريض الام عامه في الجسم في اماكن معينه، تمام، خصوصا الاماكن اللي عليها تحميل الوزن زي الفقرات، اسفل الظهر، مفصل الفخذ، مفصل الركبه، مفصل الكاحل، دي الحاجات اللي الوزن بيتحمل عليها، اللي هو اكثر تحميلا للوزن عليها، اكثر الاماكن تحميلا للوزن. يعني بنلاقي النسبه مثلا في مفصل الحوض، في مفصل الفخذ اكثر من مفصل الذراع، تمام تمام، بنلاقي النسبه في مفصل الركبه اكثر من مفصل المرفق، لان تحميل على ديت اكتر، تحميل اكتر، تمام. طيب دي 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 دي, دي بالنسبه مثلا للعرض اللي هو الـ 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 الالام او كده. طيب في اعراض تانية ممكن تحصل لمرضى الهشاشه كاعراض عامه؟ ممكن يبقى في حاله من الوهن، الوهن ده اللي هو بيحس ان هو ضعيف، يعني مجهوده ما عادش زي الاول، تمام، كان الاول بيطلع السلم كويس، دلوقتي ما بيطلعش، مش قادر يطلع، وما عندوش اي مشاكل تانية، يعني ما عندوش مشاكل في القلب ولا في الصدر ولا كلام من يعني هو خالي من الامراض المصاحبه، خالي من الامراض المصاحبه، بس هو بيشتكي دلوقتي من ضعف عام، بالظبط، ضعف عام وحاله من الوهن،